في الحقيقة بعد الكلام الجميل ده والمكان الجميل ده والهدف اللي بيرمي إليه، يمكن الكلام يصبح غير معبر عن الحقيقة اللي بيوصفها هذا المكان. برحب في البداية بالأستاذ دكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ دكتور علي رأفت يعني الذي بفكره وفنه نشأ هذا المبنى، الأستاذ دكتور محمود المناوي اللي هو بيمثل هذا المبنى واللمسات الجمالية فيه جزء من حياته وجزء من فكره، ولذلك ندعو له بالصحة والعافية وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بتمام العافية. والأستاذ دكتور شريف شاهين مدير المكتبة، واللي في الحقيقة بيقضي كل وقته في المكتبة هنا وبيعطلها كل جهده، ولذلك هذا العمل الحضاري هو في الحقيقة يعني ملك مصر وملك المصريين. يمكن لما بدأنا في مصر يعني يحدث التفكير في إعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، كان الناس متصورة أنها مبنى أو سوف يكون مبنى بيستدعي حدث كان في وجدان التاريخ المصري، إنما أيضا بإدارة هذه المكتبة وبجهود القائمين عليها أصبحت مكتبة الإسكندرية في الحقيقة بتمثل جزء كبير جدا من حضارة المصريين ومن تقدمهم وأمل كبير جدا. يمكن ده جزء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، جزء من إطلالة مكتبة الإسكندرية على العلوم والمعارف والدولة المصرية الحديثة التي ننشدها ونريدها. وجامعة القاهرة يعني تدعم كل هذه الجهود وتأمل في الحقيقة في مزيد من التعاون مع مكتبة الإسكندرية، وأيضا في المكتبة المركزية القديمة أو المكتبة التراثية كما يقال. نحن لدينا كنوز في هذه المكتبة، لدينا آلاف من الوثائق التي لا والمخطوطات التي لا تتوافر في أي مكان في العالم. نحن النهاردة مقدمين على تطوير لهذه المكتبة وجعلها أيضا مكتبة عالمية، ونأمل أن يكون بيننا وبين مكتبة الإسكندرية تعاون في هذا الإطار، لا سيما في مسألة المخطوطات وعرضها وكيفية التعامل معها. في الحقيقة هذه اللحظة بتستدعي في ذهني والحديث العظيم الذي تحدث به الأستاذ دكتور إسماعيل سراج الدين، بتستدعي دائما أن الانكسارات والكبوات التي تمر بها الشعوب دائما تكون مقدمة لانطلاقات تاريخية. هذا ما علمنا التاريخ، ولذلك دي مسألة مهمة للتأكيد عليها لزيادة الثقة بالنفس والانطلاق إلى الأمام. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه أن تتمة للصورة التي رسمها لنا بريشة الفنان الأستاذ دكتور إسماعيل سراج الدين في مدى ارتباط المصريين بالجغرافيا، وفي الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا. بل لما كان الواحد يعني أنا شخصيا بقعد كده أشوف يعني لما حصل مشكلة في سوريا وحصل مشكلة في ليبيا وحصل مشكلة، يمكن كل شعب من الشعوب اللي حصل لها مشكلة كان له مخرج أن يذهب إليه. يعني إخواننا في السوريين جه شوية مصر، جه شوية راح شوية لبنان، راح شوية إيران، وربنا وتركيا ربنا إن شاء الله يجمع شملهم ويعودوا إلى وطنهم. إنما لما الواحد بيفكر المصريين يروحوا فين، ما فيش حتى المصريين يروحوا فيها نظرا لارتباطهم بهذه الأرض، ارتباط لا يقبل التجزئة، إما الحياة وإما الموت. يعني في الحقيقة ارتباط المصريين بالأرض. الأمر الآخر أن مصر تاريخيا كانت دايما تصد الهجمات عن العالم العربي والإسلامي منذ فجر التاريخ، وأحدث الأمثلة على ذلك التتار والحروب الصليبية. وكان إنما النهاردة
كان هذه الحروب وهذا الطوفان كان يأتي ثم ينكسر عند مصر فينجو الغرب ويستعيد الشرق عافيته. النهاردة في الحقيقة احنا في نقطة يمكن تاريخية أصعب من كل هذه الذي مرت به مصر، لأن لدينا إشكاليات في الشرق وإشكاليات في الغرب، ولذلك سوف تصمد مصر وسوف تنجح في صد هذه الهجمات وسوف يعود للوجه العربي والإسلامي يعني استقراره وانطلاقه مرة أخرى. لن يكون ذلك إلا بالعلم، لأن النهاردة والمعرفة الهجمة على العالم العربي والإسلامي يمكن في ظني لأول مرة فيها مكون داخلي غالب، يعني المكون الداخلي للهجمة على العالم العربي والإسلامي في جزء داخلي غالب. لما كان أيام التتار أو أيام الحروب الصليبية كان يمكن المكون خارجي في الأساس، طوفان خارجي جاي، إنما إحنا النهاردة بنعاني من هجمة شرسة فيها مكون داخلي نتيجة أفكار في الحقيقة يعني تحتاج إلى تعامل معها للمراجعة والخروج من هذا الذي نحن فيه. لن يكون إلا بالعلم ولن يكون إلا بهذه الوسائل. نحن في جامعة القاهرة نثمن هذا التعاون وندعو، والأمل كل الأمل الذي يتحقق أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكتبة في حياة المصريين الآن، هي تثبت بإدارتها الرشيدة أنها جزء أساسي وفاعل مكون لعقول المصريين وثقافتهم الجديدة، ثقافة علمية يعني تكافح كل الأمراض المجتمعية التي يمكن أن تنتج عن الجهل وتنتج عن التخلف الذي رانا على كثير من جوانب حياة المصريين. إحنا بنأمل يعني لدينا حالة من حالات الطمع المشروع إن إحنا نتوسع في التعاون بيننا وبين مكتبة الإسكندرية في أمور أخرى كثيرة، ونشكر المكتبة على كل ما تقدمه للمصريين وتقدمه لجامعة القاهرة. وفي الحقيقة احنا يعني بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نصلح الاختلالات الهيكلية في جامعة القاهرة. لقد كان جامعة القاهرة هذا العام موقف مهم جدا ورائد بخصوص التنسيق، وحاولنا بقدر الإمكان أن ندفع عن أنفسنا أفواجا من الطلاب نحن لسنا بحاجة إليهم، لأننا لا نستطيع أن نعلمهم، ولأنه يعني في لابد من التوزيع العادل للطلاب على الجامعات المصرية. إن بعض الجامعات المصرية جامعة أسيوط 500 فدان ومرافق متسعة طويلة عريضة وفيها 70,000 طالب. جامعة القاهرة لا تتجاوز 70-80 فدان، وفي الحقيقة أو لو ضمينا الفروع هتبقى في حدود 150 فدان وفيها 260,000 طالب. ولذلك السنة دي جالنا في حدود 50% من الأعداد اللي كانت بتجيلنا، ونأمل السنة الجاية إن هم يكونوا 25% حتى تستطيع أن تنطلق هذه الجامعة إلى آفاق عالمية أرحب. وهي رغم كل هذه المشكلات، لأنه العدد ده بيخلينا نفقد معايير دولية لا صلة لنا بها، ما نقدرش نعمل لها حاجة، إنما النهاردة إن شاء الله رغم ذلك الجامعة متواجدة، والمجلس الجامعة اتخذ قرارات صارمة لضبط إطار الرسائل العلمية، وخد عمل ضوابط في على مدار سنة، عملنا ضوابط لانضباط لدرجة ان احنا اشترطنا النهاردة ان اللي بيكتب باللغة العربية ياخد دورات في اللغة العربية، لان بعض الرسائل في اللغة العربية بتكون في الحقيقة فيها مشاكل كثيرة جدا. نحن نحاول بقدر الامكان اكاديميا واداريا وعلميا ان احنا نكون على مستوى يعني مهم جدا ومتقدم. الجامعة كمان بتطمح إلى شراكات من جامعات الصف الأول في أوروبا في برامجها في الهندسة في الطب
في تكنولوجيا المعلومات والحاسبات وكثير في الزراعه في كثير من الكليات. اشترطنا انه لن تجاز رساله في اكثر من 60% من كليات الجامعه الا بالنشر الدولي المعتبر في مجلات المعتبره دوليا. الجامعه تحاول ان تطور من نفسها، تحاول ان تكون في الصف الاول من جامعات العالم ونامل ذلك، ولن يكون ذلك في الحقيقه ايضا الا بشراكات مهمه مع مؤسسات العلم والمعرفه زي مكتبة الإسكندرية. ومكتبة الإسكندرية بتقدم الدعم إلى المكتبة في الجامعة، ونحن نأمل في المزيد، ونرجو من دكتور إسماعيل سراج الدين أنه يعدنا يعني بالمزيد، ويتم في الحقيقة استشراف مستقبل جديد بين مكتبة الإسكندرية وبين الجامعات المصرية ومنها جامعة القاهرة، وهنا تصبح مكتبة الإسكندرية في قلب كل مواطن مصري. النهاردة الوسائل التكنولوجية زي مواقع التواصل علمت الكثير من الشباب الكسل، بقى عايز يعني لها مميزات كتيرة جدا، إنما من عيوبها الخطيرة جدا إن هو علمته الكسل، ما عادش بيقدر إن هو يفتح كتاب وعنده الصبر على كذا، عايز يتصفح الكتاب عن طريق التلفزيون أو الإنترنت أو شاشة الكمبيوتر. والنهاردة مكتبة الإسكندرية بتتواصل مع هذا الفكر وهذا التطور الذهني للعقلية المصرية وعقلية الشباب، ولذلك نحييها ونتشرف بوجود إدارة مكتبة الإسكندرية ممثلة في سعادة الأستاذ دكتور إسماعيل سراج الدين ومن جاء معه من إدارة المكتبة بوجودهم في جامعة القاهرة اليوم، ونأمل أن تتكرر هذا التعاون وهذه الزيارات، وألف شكر.